في بين الجزر وبين هذه الحيوانات والله عندما اسمع انها اخر مرحله اخسر. اذا كانت في المرحله الاولى المشكله هنا حق. وما قطعنا اليوم لعبه ستوب ستامبل جايز. احمه انس يعوذ بالله تعد. السلام عليكم. المهم يا جماعة بدون مقدمات كثيرة نقطع اليوم ستامبل جايز ونحاول نجيب التاش ان شاء الله. اوكي يا جماعة بدأنا بماتش عجيب كالعادة. هذه المرة هذه مرحلة جديدة اول مرة اشوفها. هذا اسمه ماب ميستر بيست يا اصدقاء. ولكن وين وين وين؟ جميل 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 جميل. حسنا حسنا. واو 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 ليتس جو. جميل 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 هذا الماب. جميل هذا ماب ميستر بيست الخاص يا جماعة. هذا تحدي مستر بيست حبيبي. شنو هذا شنو هذا؟ كرات رهيبة في كل مكان وكل زمان. الله الله عليك الله عليك مستر بيست. حذار يا حبيبي أرجوك. حن فينا شوي صديقي بليز مان. اوكي وصلنا هذا مرحلة الليزر هذه. اوكي ان شاء الله تكون اوكي ابراهيم. اوكي ابراهيم لا فيها حذار من هذه الجهة. لا مش ممكن. اوكي مين. اوكي لا كنت سفاصل. حسن جميل. طيب هوب واتس جو. ماب رهيب جدا يا جماعة. ماب خطير. لا اصعب ماب لعبته في ستامبل جايز في حياتي. مستر بيست ليس بسهل. واو بسرعة اوبا. لا لم يبقى لي القليل. ابراهيم ارجوك ركز ليتس جو. واو كواليفايد يا جماعة. ماب رهيب. وعدنا الى ماب جديد يا جماعة. الان بعد ماب مستر بيست الان اصبحنا 8 بنا. هذا الماب التقليدي طبعا اللي كلنا نعرفه. ولكن ان شاء الله لا يا عزيزي لا ليس من اولها. بليز يا جماعة ارجوكم. ان شاء الله الحظ يرافقني هذه المرة. ان شاء الله الحظ يرافقني. يا سلام انتهى الكلام. كواليفايد يا جماعة كواليفايد. اوكي الان الى المرحلة النهائية. إذا فزت يكون هذا أقصر ماتش في العالم. أنا مهمتي التاج والكأس. هنا في هذه المرحلة اللي جاية يا جماعة واحد فقط سوف يفوز. إذا فزت سيكون هذا أقصر مقطع لعبته ستامبل جايز في حياتي. وبعد ذلك نركز على سكينات وأشياء أخرى. على الأقل التاج بليز مان بليز. آخر مرحلة مستر بيست مجددا فزت فيها ولكن هذه المرة واحد فقط يا جماعة سوف يفوز. واحد فقط. Go! أنا ذهبت إلى أصعبهم. لا. Let's go. لا تسقط يا صديقي. Please man. No. What? هيا. لا نضيع الوقت. جماعة إذا فزت يا رهيب. إذا فزت حبيبي السلام عليكم. إذا فزت لو كبيرة يلا بسرعة. كمان ليتس جو. لا هذه كبيرة. لا بسرعة. لماذا أنا أعتقد أن سوف يصلون يا جماعة. واو ليتس جو. الناس وصلوا. الناس هذه سابق. هذه انتظر. لا يا إبراهيم لا حذاري. جميل ليتس جو. لا بسرعة ليتس جو. لا هذه المرة يا جماعة لا تقفزوا وأنتم يعني هيا يا ليتس جو. لا الليزر هذا خطير. لا وفدت الآن مرحلتين يا جماعة لأني لا أريد أن أطيل عليكم. واو آخر مرحلة هذه المرة ستكون هنا في
في بين الجزر وبين هذه الحيوانات والله عندما أسمع أنها آخر مرحلة أخسر. إذا كانت في المرحلة الأولى المشكلة هنا حرب البقاء، يعني اللي يبقى هو اللي يفوز. أوكي أوكي، يرمون علينا قروش، يرمون علينا قروش متفجرة، تنفجر. واو 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 واو، لم يبقى لا 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 لا، كل شيء انفجر. ذهبنا. متنا يا حبيبي يا جماعة، متنا. يا الأصدقاء هناك يموتون. أمامي. لا، المرحلة علي التركيز، مرحلة ليزر، لأن أتكلم كثيرا. ادعوا لي إن شاء الله أفوز بالتاج. سأحاول لا أتكلم، مشكلة أنني أتكلم. هذا واو واو واو، ما هذا؟ من أعطانا هذه المال؟ أعطيني أموال مستر بيست هذه. أعطيني المال. أي لم أخذ أي شيء. واو واو واو، لا 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 لا، الكونكشن، لا 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 مع الكونكشن، لا 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 لا، بليز بليز أعطوني المال. هذول رمى المال هنا، حقائب من المال. واو، ثلاثة ليزر مع بعض يا حبيبي. لا ارجع 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 ارجع، هذه فيها خطر. تركيز. أي وحدة أسرع؟ هذه أسرع. مشكلة خطيرة هذه المرحلة. أو فيها اثنان، جميل. أوكي نو 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 نو، جميل. أنا في بر الأمان. واحدة قادمة من هنا وثلاثة يا حبيبي من هناك. هذا الشخص خطير. هذا لا لا، يدفعوني. كواليفاي. لم أفهم ما الذي حصل. لقد فزت يا جماعة. واو، لقد فزت بالتاج يا جماعة لأول مرة في آخر لحظة، يعني أنه مات قبل مني بثواني فقط، كان يريد أن يدفعني. رأيتم؟ واو، انقلب السحر على الساحة، كان يريد أن يخسرني. الحمد لله لقد فزت أخيرا بالتاج. يا ليتس جو، أخيرا أنني فزت بهذه اللعبة. أعتقد 4 مقاطع يا جماعة لم أفز بأي شيء. واو، المهم يا جماعة أتمنى أن كل مقطع عجبكم. الحمد لله قد استطعنا أن نأخذ التاج. تنسوا لايك والاشتراك في القناة لتستمتعوا معنا بمقاطع رائعة. وسلام.